السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اقرب الكويكبات من كوكب الارض. اولا هنتكلم عن اسم الكويكبات بالكامل، ثانيا انا هقول لكم مجموعات الكويكبات بتتكون، مثلا الاسم ده بيتكون من مجموع كويكبات كذا وكذا، واقول لكم بتبعد قد ايه، بس مش عن الارض، بتبعد قد ايه عن الشمس، لان بقياس الكويكبات بالنسبة لكوكب الارض بتقاس بالوحدة الفلكية ببعدها عن الشمس نفسها، يعني بتقاس ببعد الكويكب عن الشمس مش بعده عن الارض، تمام؟ بتقاس بحاجة اسمها الوحدة الفلكية. الوحدة الفلكية دي بتساوي 150 مليون كيلومتر. اولا الاجرام الموجودة بين عطارد والزهرة، رقم واحد معانا اكس زد 130، تم اكتشافها سنة 2004، بتبعد عن الشمس 62 من 100 وحدة فلكية، تتكون من كويكبات ايتن واتيرا، وهي كويكبات بتعبر مدار عطارد ومدار الزهرة. التانية معانا جي جي 6، تم اكتشافها سنة 2004، وبتبعد عن الشمس 635 من 1000 وحدة فلكية، وبتتكون برضو من كويكبات ايتن واتيرا، وبرضو هي كويكبات بتعبر مدار عطارد والزهرة. رقم 3 معنا كي دبليو 4، تم اكتشافها سنة 1999، وبتبعد عن الشمس 642 من 1000 وحدة فلكية، وهي كويكبات ايتن بس، وبتعبر مدار عطارد والزهرة. بعد كده الكويكبات اللي موجودة في منطقة تأثير كوكب الزهرة، وهي WT24، تم اكتشافها سنة 1998، وبتبعد عن الشمس 718 من 1000 وحدة فلكية، وتتكون من كويكبات ايتم بس، وبرضو بتعبر مدار عطارد والزهرة. بعد كده معانا VE68، تم اكتشافها سنة 2002، وبتبعد عن الشمس 724 من 1000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ايتم بس، وبرضو بتعبر مدار عطارد والزهرة. بعد كده معانا مجموعات VA، تم اكتشافها سنة 1989، وبتبعد عن الشمس 729 من 1000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ايتن بس، وبتعبر برضو مدار عطارد والزهرة. بعد كده الكويكبات اللي بين كوكب الزهرة والأرض، بعد كده معنا كويكبات أتيرا، ودي بتبعد عن الشمس 74 من 100 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ايتن وأتيرا، وبتعبر مدار كوكب الزهرة. بعد كده معنا مجموعة WC20، تم اكتشافها سنة 2003، وبتبعد عن الشمس 781 من 1000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ايتن اللي بتعبر مدار الزهرة فقط. بعد كده معنا BA16، تم اكتشافها سنة 2001، وبتبعد عن الشمس 811 من 1000 وحدة فلكية، وهي بتتكون من كويكبات ايتن بس. بعد كده معنا مجموعة FH، دي تم اكتشافها سنة 2004، وبتبعد عن الشمس 817 من 1000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ايتن اللي بتعبر مدار الزهرة فقط. بعد كده معنا FU162، تم اكتشافها سنة 2004، وبتبعد عن الشمس 826 من 1000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ايتن اللي بتعبر مدار الزهرة فقط. بعد كده معنا BD19، تم اكتشافها سنة 2000، وبتبعد عن الشمس 876 من 1000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ايتن اللي بتعبر مدار عطارد والزهرة والمريخ. بعد كده معنا SW130، تم اكتشافها سنة 2003، وبتبعد عن الشمس 885 من 1000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ايتن اللي بتعبر مدار الزهرة فقط. بعد كده معنا EM7، تم اكتشافها سنة 2002، وبتبعد عن الشمس 921 من 1000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ايتن اللي بتعبر مدار الزهرة فقط. بعد كده معنا MN4، تم اكتشافها سنة 2004،
وبتبعد عن الشمس 923 من 1000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات إيبوفيس 3942. بعد كده معانا كويكبات دي إيه، تم اكتشافها سنة 1993، وبتبعد عن الشمس 935 من 1000 وحدة فلكية. بعد كده معانا إيتن 2062، وبتبعد عن الشمس 967 من 1000 وحدة فلكية، زائد ان هي بتتكون من كويكبات ايتن فقط. بعد كده معانا ايمون 3554، وبتبعد عن الشمس 974 من 1000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ايتن اللي بتعبر مدار الزهرة فقط. بعد كده معانا اس جي 344، دي تم اكتشافها سنة 2000، وبتبعد عن الشمس 977 من 1000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ايتن وارجونا. بعد كده معنا اف ار 85، ودي تم اكتشافها سنة 2001، وبتبعد عن الشمس 982 من 1000 وحدة فلكية، وبتتكون ما بين كويكبات ايتن وكويكبات ارجونا. بعد كده كويكبات في منطقة تأثير كوكب الارض، رقم واحد معنا خوفو 3362، تبعد عننا 98.95 من 10000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ايتن اللي بتعبر مدار الزهرة والمريخ. كده معنا WP 25، ده تم اكتشافهم سنة 2003، وبتبعد عننا 99.09 من 10000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ايتم فقط. بعد كده معانا RO، تم الاكتشاف سنة 1998، وبتبعد عننا 99.10 من 10000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ايتن اللي بتعبر مدار عطارد والزهرة والمريخ. بعد كده معانا TF2، تم الاكتشاف سنة 1994، تبعد عننا 99.31 من 10000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ايتن فقط. بعد كده معانا AA29، تم الاكتشاف سنة 2002، وبيبعد عن الشمس 99.63 من 10000 وحدة فلكية. خدوا بالكم يا جماعة، كل اللي هو كل البعد عن الشمس مش عن الأرض، علشان ما خدتش بالي وغلط. 99.63 من 10000 من الشمس مش من الأرض، وبتتكون من كويكبات ايتن اللي بتشارك كوكب الأرض في مدارها. بعد كده معانا YN107، تم الاكتشاف سنة 2003، وبتبعد 99.71 من 10000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ايتن اللي بتشارك كوكب الارض في المدار. بعد كده معانا كيرويتن 37.53، وبتبعد 99.78 من 10000 وحدة فلكية، وبتتكون من كويكبات ايتن اللي بتعبر مدار كوكب الزهرة والمريخ. بعد كده معانا UP1، تم الاكتشاف سنة 1998، وبتبعد 99.89 من 10000 وحدة فلكية، وهي مكونة من كويكبات ايتن اللي بتعبر مدار كوكب الزهرة. بعد كده معنا GU9، تم الاكتشاف سنة 2004، وبتبعد عن الشمس 1.4 من 10000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتشارك كوكب الارض في المدار. بعد كده معنا يورب 54.509، تبعد عن الشمس 1.12 من 10000 وحدة فلكية، ومكونة من كويكبات أبولو. بعد كده معنا WN10، تم اكتشافها سنة 2000، وبتبعد عن الشمس 1.17 من 10000 وحدة فلكية. خدوا بالكم يا جماعة، كل البعد عن الشمس مش عن الأرض، وبتتكون من كويكبات أبولو اللي بتعبر مدار كوكب الزهرة. بعد كده معنا GO2، تم الاكتشاف سنة 2001، وبتبعد 1.674 من 100000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتشارك كوكب الارض في مدارها. بعد كده معنا XX4، تم الاكتشاف سنة 2001، وبتبعد عن الشمس 1.65 من 10000 وحدة فلكية، زائد ان هي مكونة من كويكبات ابولو اللي بتعبر مدار الزهرة والمريخ. بعد كده معانا كويكبات موجودة بين مناطق النفوذ بين الارض والمريخ، اسكليبيوس 4581، بتبعد عن الشمس 1.22 من عن الشمس مش عن الارض 1.22 من 1000 وحدة فلكية.
خدوا بالكم، كل البعد عن الشمس مش عن الأرض، وبتتكون من كويكبات أبولو اللي بتعبر مدار الزهرة بس. وشكرا، خلصت حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.